السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واحد القضية سي دكتور عاوتاني. نعم. كانت حرب مع شي واحد في كان حلم. أيه. كانت حرب مع هذاك وهذاك ما كيبان ليش يعني شي حاجة ماشي بشر يعني وكنقرا القرآن. أيها مولاي. أيه. وكنقرا القرآن في ديك المدرسة اللي كنت درس معاه واحد الليلة دكتور. نعم. كان درس معاه وكان قرا عليه القرآن بالضبط كان قرا عليه قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم. وقل هو الله أحد وكان قرا عليه تدخل العتبة ديال الدار ديالنا. سبحان الله العظيم. وبقيت يعني كان شو يعني كنقول ما شنو يعني ديك الحلمة وتكررت عليا. لا إله إلا الله. تكررت عليا ونفس المشكل ذاك القرآن اللي كان قرأ يعني ذاك شي حاجة اللي كان درز معها. نعم. يعني ذاك القرآن اللي كان منعني منها يعني واش أنا واش هذاك الشيء يا دكتور واش من النفس واش السحر واش أي نعم شي واخا ولي على كل حال أخي الفاضل ختاما ما نطولش عليك لأن الوقت أدرك هذا السؤال ديال الصور ديال الأرواح الخبيثة التي تهجم عليك أو العكوسات أو الموانع ما تفعله من قراءة الإخلاص والمعوذتين مهم للغاية لأنه وقاية كتسمى حسن حصين ولكي نبعد عن الموانع والعكوسات كلها سهل أنقل من الأحباب الكرام قبل من نعسو نقرأ سورة الليل. سورة الليل هي سورة عظيمة سورة مباركة لأنك تسمى فاكهة الجن هناك فواكه الجن تسمعوا سورة الليل كيعودوا كيحترموك وكيعودوا كيقدروك وكيبعدوا منك نهائيا وما يقربوش لك ولك أنت عكوسات وموانع حولك كيحملوها في حقائبهم ويأخذونها معهم فغنقول لكم أيها الأحباب الكرام قبل من ناس واحد منكم أنه يقرأ سورة الليل إذا ما كانش قاريها يسمعها من التسجيل وإحنا إن شاء الله ختاما قتلنا الدقيقتين نقرأ جميعا سورة الليل كل واحد عنده عكوسات أو عنده موانع أو عنده شدائد نسأل الله تعالى بحرمة وبركة سورة الليل أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير وأن يزيل عنا وعنكم أبواب التعسير وأن يذهب عنا العكوسات والموانع فضلا منه وإكراما إذن نقرأ جميعا سورة الليل قبل أن ننام ونقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفته بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة ولولا فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى ولسوف يرضى صدق الله العظيم اللهم يا ربي يا كريم ببركة سورة الليل التي ختمتها بقولك
ولا سوف يرضى. اللهم ارضنا أجمعين، اللهم ارض عبادك المؤمنين. اللهم ببركة هذه الأيام المعظمة ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، اللهم ارفع عنا الشدائد، وارفع عنا الكروب، وارفع عنا الموانع، وارفع عنا العكوسات، وافتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا أبواب الخير وأبواب التيسير، وارفع عنا يا رب الأمراض والأسقام، وادفع عنا الأوبئة، وادفع عنا الطاعون، وادفع عنا يا ربنا الفقر، وادفع عنا هذه الجائحة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج، اللهم عجل بالفرج. قولوا جميعا آمين آمين. بحرمة وبركة وسر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.